انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض الصدر وافتتحه رئيس الجمعية المصرية لخبراء الصدر الدكتور حسام حسني بالمتحف القومي للحضارة وبحضور نخبة من كبار أساتذة الأمراض الصدرية والمتخصصين. وتم عرض الجهود المبذولة في مواجهة الأمراض الصدرية والوبائية خلال المؤتمر وكيفية القيام بالتشخيص والعلاج والاطلاع على أحدث البروتوكولات العلاجية الحديثة في مجال لأمراض الصدر. تعزيزا للجهود الطبية والصحية في مكافحة الأمراض الوبائية والعمل على الوقاية منها، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض الصدر والذي افتتحه الدكتور حسام حسني رئيس الجمعية المصرية لخبراء الصدر بالمتحف القومي للحضارة وبحضور نخبة من كبار أساتذة الأمراض الصدرية والمتخصصين. دايما بنتكلم على حاجة مهمة جدا، هي السياحة العلاجية، وإن السياحة العلاجية هي جزء من أساس المنظومة الصحية في مصر ومستقبل مصر في الفترة القادمة. فكان ده الهدف، إن احنا نختار متحف قومي حضرات نحن نتكلم على الماضي والحاضر والمستقبل في الطب في مصر، ونتكلم على شيء أهم، أهمية السياحة العلاجية في الخريطة المصرية وأهمية الأمراض الصدرية في السياحة العلاجية في مصر. وخلال المؤتمر تم عرض الجهود المبذولة في مواجهة الأمراض الصدرية والوبائية وكيفية القيام بالتشخيص والعلاج والاطلاع على أحدث البروتوكولات العلاجية الحديثة في مجال أمراض الصدر. مؤتمر بيضم كل خبراء أمراض الجهاز التنفسي وأمراض وجراحين الصدر وخبراء الجهاز التنفسي سواء في الكبار أو في الأطفال، خبراء الأورام سواء في الكبار أو في الأطفال برضو. احنا في الايام دي طبعا كل الناس بتسال دايما عن الجهاز التنفسي والفيروسات التنفسيه المنتشره في بالذات في اطفالنا او في الكبار، الفيروسات اللي موجوده، هل في فعلا يعني الكورونا والانفلونزا والحاجات دي كلها. فعشان كده اهميه هذا المؤتمر، فالمؤتمر مهم جدا وبيتناقش فيه كل الجديد في الامراض الصدريه. تاتي المؤتمرات العلميه الطبيه لتواكب كل جديد يشهده العالم في مجالات مكافحه الامراض وتوفير احدث طرق للعلاج، حتى يمكن الاستفاده من جميع الخبرات العلميه والبناء عليها لتحقيق صحه افضل للجميع. احمد الحسيني، التلفزيون المصري.